الخير، مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج تيجين توك على قناه مغرب تي في الاورو مغاربيه. اليوم حنا في ضيافه السيد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومه. السيد مصطفى الخلفي، السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا. مصطفى الخلفي، انتم الناطق الرسمي باسم الحكومه ولكن ايضا وزير الاتصال، وما نقدروش نبداو الحوار معكم هذا اللقاء ونشكركم على حسن الضيافه يعني مسبقا. ما يمكنش نتكلموا معكم بلا ما نتكلموا على دفتر التحملات. خرجتوا الضجه في المجال الاعلامي في المغرب، دفتر التحملات، المشروع ديالكم اللي قدمتوه للقطب العمومي، ولكن وقع اشكال. اولا شنو الموقف ديالكم من شفتوا هذا دفتر التحملات تجمد؟ واش بالنسبه لكم كتسجلوا اول فشل ديال وزير الاتصال؟ بالعكس، هذا موضوع دفاتر التحملات كشف على امكانيه اطلاق نقاش عمومي حول التلفزه المغربيه، حول الاعلام العمومي، القناه الاولى، القناه الثانيه، مجموعه القنوات. هذا الامر الاول، نجحنا في كون ان عندنا نقاش عمومي الان حول هذا البث. ثانيا، ان فاشترت بعض الملاحظات على مستوى التحالف الحكومي ووقع نقاش، كان ضروري في اطار ان هذا تحالف حكومي ان ناخذ بعين الاعتبار الملاحظات. هذه الملاحظات باش ندخلوها كان ضروري نشكل واحد اللجنه وزاريه. هذه اللجنه راه تشكلت، الرئيس ديالها اعلن بشكل واضح بان العمل اللي دار عمل جيد وممتاز، وبان التعديلات اللي غادي تكون تعديلات محدوده. بالتالي ما كاينش فشل، بالعكس كاين واحد النجاح كبير في ادراج مقتضيات اللي الان هي محط اجماع، وعلى راسها الامور ديال الحكامه الجيده، الشفافيه في العلاقه مع شركه الانتاج. ثانيا، استقلاليه الاعلام العمومي. ثالثا، الخدمه العموميه، ان هذا اعلام للمغاربه الدار والمغاربه المقيمين في الخارج خصو يلبي الحاجيات ديالهم. رابعا، ان هذا الاعلام خصو يكون بمثابه واحد المراه ديال الهويه المغاربه، التعدديه ديال المغاربه، الانفتاح ديال المغاربه، القضايا ديال المغاربه اللي كيعيشوها بشكل ملموس على الارض. وهادشي ما يمكنش يدار لما كانش استقلاليه تحريريه وما كانش مبادره مبدعه. هادشي هو اللي تم النص عليه، الاساس اللي اعتمدنا عليه في دفاتر التحملات هو الدستور. وبالتالي الوزير اتصال استطاع في ظرف شهرين عبر مقاربة تشاركية، أي تلاقينا مع حوالي شحال من الناس تقريبا، راه 40 هيئة، وتلقينا من عندهم مقترحات وجلها تم الإدراج ديالها. كان عمل طموح ومنتج وتار نقاش، وجعل وزارة الاتصال في قلب النقاش العمومي ديال بلادنا. ما كل هذا السيد الوزير، وزعما هذه الشعارات يعني مهمة، النقاش كيكون قبل ما توضعوا دفتر التحملات على يعني تقدموا التلفزه العموميه، وقع هذاك النقاش اللي قلتوا، ولكن رغم ذلك وقع واحد يعني رد فعل قوي ديال بعض المسؤولين في القطب العمومي. يعني لو كان فعلا هذا النقاش وقع وكان هذا الاجماع اللي كتقولوه، ما كانش غادي توقع هذه الضجه من بعد. انا نقول لك الضجه المصادر ديالها متعدده، لان النقاش والحوار وقع في البرلمان كما قلتي بعض المسؤولين، واحد المسؤولين قال بانه 80 حتى 85% من المقترحات ديالنا تم الاخذ بها في دفاتر، كاينه في دفاتر التعاملات. حصول هذا النقاش، طريقه فاش يوقع نقاش عمومي، الشعوب كيفاش كتصرف؟ متحضره، وهنا كتصرف ديمقراطيا. فكانت الجراه عند هذه الحكومه وعند قياده الحكومه ان هذا النقاش اللي تار يوقع التدبير ديالو، اننا نقادو المشكل، نعالجوا المشكل بشكل ديمقراطي. شنو هو؟ كاين مشكل. انا قلت لك راه في الاول قلت لك بان هذا راه تحالف حكومي وتارت ملاحظات. هذيك الملاحظات باش كتدرج وكتستوعب دارت لجنه. دفاتر التحملات فاش توجدات دارت واحد الماده في الصفحه الاخيره كتقول بانها تبدا حتى الفاتح شو تنبير. فاحنا حاليا اللجنه كتشتغل في الوقت ديال الطبيعي، تمديد باش ما ينتجش واحد الفراغ الدار. عمليا حنا الان في الوضع الرئيسي، واللي غادي يكون هو الفيصل هو دفاتر التحملات فاش غادي تصدر. بالتالي التجربه، التراكم اللي وقع، المقاربه التشاركيه اللي دارت من بعد واللي شارك فيها يعني جل الفاعلين، في السابق ما كانش دفتر التحملات كيجي للحكومه. هذا الشيء اللي دار في دفتر ديال التحملات 2006 ولا ديال 2009، ولهذا السوابق ما ترش. الان مادام كاين اطراف داخل الحكومه طرحت بعض الملاحظات من حقها، وحنا هذه العمليه درناها في واحد العدد ديال الامور اللي كيهمنا، وهو اننا نتقدموا في الامام. سيدي الوزير، انتم عارفين بان الملاحظات الاولى ما جاتش من الحكومه، جات من ناس اخرين خارج الحكومه. لا اسمح لي، حليفين اساسيين داخل الحكومه هما الاولين اللي صرحوا عطاو ملاحظات،
ومن بعد جات ملاحظات من 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 فعاليات من جهات متعددة. اللي بغيت نقول لك هنا دفتر تحملات جاء ترت ملاحظات جزئية على بعض القضايا، وهو بالأساس كانت بعض الإشكالات المرتبطة بما هو لغوي، ولكن هذه في التصريحات ديال الناس اللي ترت أو في بعض، ولكن دفتر التحملات راه بناء كامل، ما كاينش شي حاجة اللي ما فيهاش فيها الكمال المطلق. كون يجي ملاحظات وكون هذيك الملاحظات تفرض تشكيل اللجنة وكون هذيك اللجنة تشتغل ومن بعد الاجتماع الأول ديالها كيخرج الرئيس ديالها وكيقول هاد دفتر التحملات جيدة ممتازة تكون تعديلات محدودة، وكيعبر على ذاك الشيء مرات متعددة، هذا في حد ذاته إنجاز. واش ما كتشوفوش مثلا، وانا كنسمع هذا الشيء اللي كتقول كنتفهمو، بانه هذه اللجنه الحكوميه كترأسها مثلا وزير التعمير، وغادي تقول لي كان وزير الاتصال سابق، وانتم اللي جايين بالمشروع واللي رجعتوا عضو بين الاعضاء اخرين ديال هذه اللجنه، واش كتشوف هذا الوضع صحي؟ اولا الوزير يمارس الاختصاصات ديالو في العمل ديالو، انا مارس الاختصاصات ديالي وعديت مشروع. التجربه اللي كنخوضوها داخل هذه الحكومه وهو انه فاش كيتار عندنا شي مشروع وكيولي موضوع سياسه افقيه، أنا ذاك يكون الحكومة أن اللجنة اللي غادي تشكلها تشوف تختار من يرأسها. درنا هادشي في اللجنة ديال التشغيل، درنا هادشي في اللجنة ديال الملف ديال الإضراب والحوار والقطاعات الاجتماعية، درنا هادشي في الملف ديال الاستثمارات، درنا هادشي الآن في ملف دفاتر التحملات. من ناحية الشكلية كما أنت كنشوفها كيمكن تعتبرها إشكال، بالنسبة إلي أنا ماشي هذا هو الإشكال اللي عندي. أنا الإشكال الجوهري اللي عندي وهو ان الجوهر ديال دفاتر التحملات اللي نص على اعتماد الحكامه الجيده في تدبير هذا القطاع واخضاعه لمنطق ربط المسؤوليه بالمحاسبه والقواعد الشفافيه والنزاهه، هذه بالنسبه اليه هي الاساس. وهذه النقاط هذه هي اللي الان داخل اللجنه كاين عليها اتفاق، وحنا كنشتغلوا باش نعدوا المشروع. الموضوع واش كاين الناس اللي خايفين من هذه الحكامه الجيده وهذه الشفافيه باش توقع هذا الضجه؟ أنا بالنسبة إلي الموضوع فاش غادي نخرجوا للعلن يعني بوضع الإجراءات المناسبة، هاد دفاتر التحملات غادي يوقع التطبيق ديالها وغادي تطبق المقتضيات اللي كتنص على الشفافية، وهذا الشيء بدينا فيه لأن المجالس الإدارية كان تقرير المفتشية العامة المالية على الله يسيني غطي وتقرير المفتشية العامة على الشركة سوريا الدوزيم، واللي طالبوا بواحد العدد ديال الإصلاحات في السياسة الموارد البشرية، في السياسة ديال الصفقات، في المنافسة، في الهيكلة، في واحد العدد من الأمور، وتقدمنا بهم كمشاريع توصيات وقرارات للمجالس الإدارية اللي انعقدت في شهري مارس وأبريل وتمت المصادقة على التوصيات. فالعملية ديال الإصلاح هي عملية مستمرة. كون يوقع واحد الإشكال خص تكون عندنا حنا، وهذا هو القوة ديال الحكومة السياسية، أنك تكون عندها الجرأة والقدرة على أنها أي إشكال تار تتوقع المعالجة ديالو وما يوليش عنصر تشويش على المصاد الإصلاح. شنو كيعني هادشي بالنسبة لدفاتر التعاملات؟ كيعني أن ما يبقاش فقط مجرد مشروع ديال وزير أو اللي مشروع حكومة، وأي مقاومة لهذاك مشروع ديال الحكومة أن ذاك تولي إزاء حكومة تماما. وهادشي هادشي أنا اللي طرحت لك، قلت لك دابا الان علاش انا كنظر الامور بنظره ايجابيه مستقبليه، كنبغيش نتوقف عند بعض الامور شكلانيه او كذا، لا انا كنشوف دابا في الامر في جوهره. الامر في جوهره هو ان احنا نمشيو الان الى مشروع تدعمه الحكومه بمجموع اعضائها ومكوناتها، وهذا اللي غادي يرفع اولا من الحظوظ ديال التطبيق، تولي الامكان القدره باش نطبقوه كبيره، لان حكومه كامله وراء دفاتر التحملات. انا ذاك السيد الوزير انتما في الاول قدمت هذاك المشروع يعني بنفسكم يعني كوزير ديال الاتصالات، من حقكم لان هذه المسؤوليه ديالكم، يعني من وقع المشكل يعني رجعتوا للحكومه بغيتوا يكون هذا المشروع حكومي، يعني غير باش يعني نكونوا واضحين تمام. هذا الشيء قلت انا امام البرلمان، قلت انا مشروع حكومي بغيتوه باش يحسبوا عليكم. لا انا ما كاينش، لا انا اشتغلت مستفر خلفي، لا حاجه مشروع يعني اسمح لي اسمح لي. وزاره الاتصال عندها مرسوم كينظم الاختصاصات ديالها، هذا المرسوم صدر في مارس 2008، في 2006 وفي 2009 دفاتر التحملات تتعدى وزارة الاتصال وكتحيلها على
الان اذا كان الوزير الاول كيحيلها من بعد على الهيئه العليا للاتصال السمعي البصري. وزاره الاتصال هي تعيد دفتر التحملات، تعيده تقترحه، ماشي مجرد الاعداد ديالو تتم المصادقه عليه. مصادقه كتوقع على مستوى هيئه اخرى، ولا يمكن ان يقع التنفيذ الا بمصادقه الهيئه العليا للاتصال السمعي البصري. هنا نوضح لك واحد القضيه اللي انا كنعتبرها جوهريه. اي وزير كيعد مشروع، فاش يتحول، فاش هذاك المشروع تيحتاج لامكانات ماليه وكيحتاج لاجراءات تنظيميه مؤسساتيه، انا ذاك كيكون من مصلحته ان هذاك المشروع يتطرح على مستوى الحكومه. في السابق دفاتر التحملات ما كانتش كتطرح في الحكومه، دابا الان طرحت على مستوى الحكومه، هذا غادي يعطيها قوه وغادي يرفع من الحدود ديال التطبيق ديالها. حنا كافراد لن يساوي شيئا امام المؤسسات. دابا السيد الوزير يعني في اطار المسؤوليه ديالك والاعلام العمومي يعني واحد القطاع اللي مهم هنا داخل المغرب، التعيين ديال المدراء ديال التلفزات العموميه يعني من اختصاص الاعلام المغربي في اطار يعني التقسيم ديال التعيينات اللي وقعت مؤخرا، دفتر التحملات وقع فيه مشكل، يعني الهاكا يعني وقع فيها تعديلات من بعد هذا الشيء اللي وقع. واش كتشوفوا بان وزير الاتصال باقي عنده يعني الامكانيات باش يمارس السياسه ديالو في هذا القطاع؟ اولا السيد رئيس الحكومه في جلسه برلمانيه كان صريح فاش هضر على القانون اللي كينظم التعيينات، كان واضح وصريح وما كاينش هذا المنطق ديال التقاسم. حنا كنشتغلوا في هذا البلد في اطار واحد الديمقراطيه قائمه على التعاون بين المؤسسات تحت قياده جلاله الملك. هذا المعطى الاول. المعطى الثاني وهو ان السياسه الحكوميه المرتبطه بالاعلام العمومي واللي هي جزء من سياسه وزاره الاتصال، كنشتغلوا في السينما في الاعلام العمومي وفي الصحافه المكتوبه وفي التكوين وفي حقوق المؤلف، هذه خمس محاور كبرى. وفي كل محور هذه كانت من الوزارات القليله اللي تلقات تقريبا ازيد من 100 اجراء جوهري تم التنفيذ ديالو في 100 يوم الاولى، لا في السينما لا في الاعلام العمومي، تفعيل القرارات ديال المفتشيه العامه حوالي 25 قرار، الانجاز ديال دفاتر التحملات، برمجة سلسلة لقاءات مع الهيئة النقابية اللي كاينة على مستوى الإعلام العمومي، الإشراك ديال البرلمان في سلسلة من تقريبا كانت ثلاثة ديال اللقاءات على مستوى المؤسسات التشريعية كتناقش واقع الإعلام العمومي في المغرب حتى نستطيع الارتقاء به، الحل المعضلة المرتبطة بالضريبة ديال النهوض ديال المشهد السمعي البصري واللي كان هذا مشروع من قديم ما كان فشل في السابق، لاول مره كيوقع المعالجه ديال هذه الاشكاليه وتم حلها على مستوى القانون الماليه اللي كاين حاليا، الاشكاليه ديال التكوين في المجال السمعي البصري، المرسوم ديال المعهد والاحداث ديالو كسيغما والاطلاق ديالو كمشروع الان لتخريج الناس اللي مؤهلين في هذا المجال. كانت عندنا واحد العدد ديال الاجراءات للتحضير لمشروع دراسه لحل معضله الاطار القانوني للقطب العمومي. هذا المسار الاصلاحي مستمر، واكبر دليل وهو ان المجلس الاداري ديال شركه سوريا الدوزيم وقتاش انعقد في عز هذه الاحداث، نهارش 3/28 او 28 ابريل اواخر ابريل. وشنو تبرمج في هذاك المجلس الاداري؟ شنو كان الترفيه؟ الترفيه عدد من القضايا، منها واحد القضيه اساسيه اللي هي ان هاد القرارات ديال المفتشيه العامه الماليه ينبغي احترامها، وتم الاخذ بهذيك التوصيات كامله، واللي هذاك المشروع ديالها جاء من وزاره الاتصال. فلهذا انا كنعذرك، لان كاين واحد اللي كيمكن يسقط ضحيه اعلام معين كيبين بان، ولكن الواقع الفعلي ما يتم على الارض هو ان الوزاره تشتغل بكامل طاقتها، كتوضع البرنامج ديالها، عند البرلمان مؤسسه ديال الرقابه كيراقب بفعاليه الاداء ديال القطاع، والحمد لله استطاع هذا القطاع يتحول الى قلب النقاش العمومي والسياسي في البلد، ويحظى بواحد النسبة ديال المتابعة من قبل المغاربة بواحد الشكل كبير، وهذا أمر اللي هو مبشر وكيعطي واحد الدفعة معنوية وسياسية وميدانية لعملية الإصلاح. متفائلين في عملية الإصلاح رغم العراقيل؟ نقول لك واحد القضية، اللي كيصلح وما كايناش مقاومة راه ما كيصلحش. الدليل على أن ما تقوم به إصلاح هو كاينة واحد المقاومة، وإلا هذاك ماشي إصلاح.
او انت كتضيع الوقت ديالك في شي حويجات اللي ما تفيدش المغاربه. بالعكس، في الوقت اللي انا خدام في الاصلاح مع الطاقم ديال الوزاره، خاصه المديري عدد من المديريات اللي كيشتغلوا مع الشركاء اللي عندنا في 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 النقابات وفي المهنيين، مثلا شركه الانتاج الان كنوجدوا المشروع اتفاقيه شراكه لدعم شركه الانتاج، لان مقاولات صغرى ومتوسطه في علاقتها مع مع الاعلام العمومي السمعي البصري، الحمايه ديال الشروط ديال المنافسه الشريفه والشفافيه والنزاهه، واشراكها في السياسات ديال التكوين. علاش حنا غادي نديروا هاد الشراكه؟ لان نتطلع الى رفع الى مواجهه الرداء ورفع الجوده ديال الاعلام العمومي، باش يحقق لنا التنافسيه في ظل التحديات اللي كاينه الان مع الثوره ديال الفضائيات، ازيد من 900 فضائيه، ماشي فقط مع شركه الانتاج، انا نضيف لك واحد، بل مع شركه الاشهار والوكالات ديالها اللي الان كنشتغلوا بشكل تشاركي على الاصلاح ديال هذا القطاع والتطوير ديالو والتقنين ديالو بمشروع عين بثق من عند المهنيين. الاكثر من ذلك السياسه ديال التكوين اللي الان وليت سبق لي تحدثت لك عليها. شنو الغرض من هذا الشيء؟ وهو ان المغرب من بعد ما تم الاعداد ديال الدستور قطع مع واحد المرحله اللي الحكومه كيمكن تعتبر نفسها في مرآة عن المحاسبه الصارمه. دابا لا، ولينا خاضع المحاسبه الصارمه. دابا ماشي مشكل المحاسبه السيد الوزير، ودابا هذا هو المشكل. لا، لان المعنى ديال العمل السياسي، اسمح لي، المحاسبه هي الجوهر المعنى ديال السياسه. السياسه كتكون عندها مصداقيه، السياسه كتكون عندها معنى فاش تكون خاضع للمحاسبه. اما انا لك غادي ندير السياسه وفي نهايه المطاف عارف راسي بان هذاك الشيء اللي درته ما يكون عنده حتى شي تاثير او معنى، ما كيخضعش للقواعد. يعني باش تكون محاسبه خص يكون تطبيق برنامج. دابا المشكل حاليا اللي كنشاهدوا هذا البرنامج مازال ما تخرجش للحيز. دابا البرنامج كيطبق، انا قلت لك جزء من هذا البرنامج مرتبط اولا بالاصلاح ديال الحكمه خدام. البرنامج ديال دفاتر التحملات كان مطروح حتى الفاتح شو تنبير اللي يرجع قرا دفاتر التحملات يقراها. ها حنا الان اللجنه كتشتغل، حنا محترمين الاجال ديالنا وغادي نشتغلوا فيه، وهذا الالتزام اللي عندنا. بمعنى انت كتقول لي انت البرنامج ما كيتنفذش، انا كنقول لك لاول مره تقرير مفتشي عمل الماليه كيخرج من الرف وكنخرجوا منه قرارات وكيوقع التنفيذ ديالها. القضيه ديال الاصلاح ديال صندوق النهوض بالمشهد السمعي البصري الوطني، هذا ملف كان مطروح، دار عمل مكثف وانجزناه. كيفاش انجزناه؟ دارت لجنه وزاريه، هنا عندنا وزاره الاتصال، وتقدمنا به كمشروع كتعديل في اطار القانون الماليه ديال 2012، وتم التصويت على هذاك التعديل وصدر في اطار قانون الماليه 2012. التكوين كاين عندنا معهد كان مطروح هذه سنوات، لاول مره درنا اللجنه وتصاغ المشروع المرسوم ديال المحدث المعهد بالهيكله ديالو وقدمناه لمجلس الحكومه وصدر في الجريده الرسميه. اكثر من ذلك، باش هذا المعهد ينطلق اللي كيشكل العصب ديال التكوين، حيت الاصلاح الاعلام العمومي راه ماشي عمليه بين ليله وضحاها، ماشي في النهار ما بين ليله والنهار غادي نجي ونقولوا درنا الاصلاح. انا نجي في الواقع السيد الوزير، هذا الشيء اللي كتقول انا متفق معك، ما كاينش شي واحد اللي غادي يقول لك هذا الشيء اللي كديروا ماشي مزيان. نجيو للواقع، مثلا واحد الحدث مؤخرا، واحد الصحفيه بلا ما نقولوا الاسم ديالها في قناه اس ان اخ تي، يعني في القناه الاولى، يعني عطات واحد التصريح واللي صورت الواقع الحي اللي كيعيشوه الصحفيين، لما نهضروا على التقنيين، واذا واحد الواقع مزري، يعني هاد الناس هادو اللي كيشتكيو من هذاك الواقع ديالهم المزري واللي كيخدموا في واحد الظروف سيئه جدا هما اللي كيقولوها، يعني بشهادتهم، يعني ملي كيسمعوا هذا الخطاب وكيشوفوا الواقع، يعني واش ممكن السيد الوزير الاتصال يدير راسو في بلاصتهم باش يحس؟ لا، اولا وزاره الاتصال شنو في امكانها دير؟ كتشتغل عن طريق المؤسسات ديال لان هذه مؤسسات عموميه شركات. حنا عندنا العضويه ديالنا في المجلس الاداري ديال الشركه، كاينه رئاسه الحكومه، كاينه وزاره الماليه، كاينه وزاره الاتصال. في هذا المجلس الاداري الاخير اللي دار في مارس، النقطه رقم واحد اللي كانت عندنا اشكاليه جوهريه هي القضيه الموارد البشريه ديال الاشتغال، وطرحنا وقلنا المجلس الاداري المقبل خص تجي الوثيقه المرجعيه للبرنامج باش تعالج الاشكالات اللي كتطرح بناء على معطيات موضوعيه وملموسه.
عندنا مجلس اداري اللي يكون في شهر يونيو، انا ذاك راه غادي نشوفوا التنفيذ ديال التوصيات والقرارات اللي صدرت على المجلس الاداري. هذا هي مؤشر. ما يمكنش تجي تقول لي انا واحد القضيه كتعيش اختلالات هذه عقود، الا ماشي سنوات، عقود، تجي تقول لي حلها في الشهر الاول. اللي خصك تحمد الله عليه اللي كان كيدار بالنسبه في وزارات اخرى ولا ان الدفاتر التحملات، نقول لهم انا عاد جيت وزير، عطوني مازال مدوا لي الاجر باش نوجدها، ومشي نقلب على مكتب دراسات ونعطيه انا كاع هذاك المارشي ونقول لي يلا اشتغل ونضيع انا عام. قلت لا، انا نتحمل المسؤوليه ديالي ونقاد دفتر التحملات. تقول لي عليه ملاحظه ولا شي حاجه، هذه قضيه ثانيه ماشي ثانويه، ثانيه. وهذيك الملاحظات العمليه الديمقراطيه كتفرض فاش كتر ملاحظات خص الواحد ياخذ بها، ولكن في اطار المؤسسات، مادام المؤسسه هي المجلس ديال الحكومه والحكومه تناخذوا بها وكنمشيو للامام. هذه التجارب الديمقراطيه غادي تمشي لاي بلد ديمقراطي. انت في بلجيكا ياك؟ اييه. شنو عندكم في بلجيكا؟ من اي ناحيه؟ لا، الحكومه كيفاش خدامه؟ الحكومه خدامه بشكل ديمقراطي. حكومه تصريف اعمال؟ لا، ماشي. كي دايره؟ انا عذرك لان انتم هنايا في المغرب يعني ماكاينش التجربه البلجيكيه، ولكن كاين حكومه عاديه يعني. حكومه عاديه. شحال دوزات الحكومه تصريف الاعمال؟ سنه ونصف. هكذا سنه ونصف. هذيك الحكومه تصريف اعمال ديال سنه ونصف، شنو كنتو كطالبوا منها؟ الحكومه تصرف الاعمال كتصرف الاعمال يعني. صافي. باين لنا ما عندهاش. تبارك الله عليك، هادشي اللي بغيت نقول لك. من ناحيه فاش جات الحكومه العاديه، واش قلتوا لي هذا العام ونص اللي ضاعت لينا في القضايا الجوهريه عاجيه لنا في الشهر الاولاني؟ هاد المشاكل الكبرى غير من القانون البلجيكي مع المغرب. انا كنهضر معاك على الديمقراطيه، والديمقراطيه واضحه بانه في اي اشكالات كثار انا كنت معك صريح، كنجاوبك بكل وضوح، اسئلتك واضحه ولا شفتي واضحه معك، كنقول لك القضيه واضحه ان كاين اختلالات، هذيك الاختلالات كنعالجوها ببرنامج، هذاك البرنامج فيه سلسله من الاجراءات. دفتر التحملات هي اجراء واحد. الاجراء الاولاني اللي انا عندي جوهري وهو اشكاليه الحكامه، وهذه الاشكاليه ما يمكنلاش نعالجها لما اشتغلتش عبر التوصيات اللي دارتها المفتشيه العامه للماليه لكلا المؤسستين، واللي التوصيات ديالهم كانت دقيقه، واللي دابا الان خدامين في التنفيذ ديالها، والناس اللي مسؤولين دابا الان في القطب العمومي باش نكون معك واضح راه كينفذوا هذاك الشيء. المفتشيه العامه الماليه التقارير ديالها دارتها قبل ما تجي هذه الحكومه باش نكونوا هانيين. طلبنا منهم انهم ينفذوا هذيك التوصيات وهذيك الاعمال، راه ما كيشتغلوا في المعالجه ديالها. هذا الشيء غادي ينتج واحد العمليه ديال الاصلاح والتاهيل والتطوير باش نواجهوا التحديات اللي نناقشوا المشكل في واحد الاطار السياسي باش نخرج من دفتر التحملات. ونشكركم لان الاجابه ديالكم كانت صريحه وواضحه. يعني كاين الناس اللي كيشوفوا بان ما وقع في دفتر التحملات يعني ماشي يعني كان ضد السيد مصطفى الخلفي يعني كشخص، ولكن كان انذار لبعض الناس في الحكومه باش يعرفوا بان يعني ما يمكنش يعملوا اللي بغاو. يعني كاين واحد الطريقه اللي خصهم ياخذوها بعين الاعتبار في التعامل مع هذه القضايا الحساسه. هو لا خدينا بالكلام ديالك، هذا الكلام ممكن نقولوا صحيح في واحد الحاله كنت هدا فتره التحملات تقطعت وترمات، ولكن الحاله ديالنا شنو هي؟ وهو ان عندنا اطار دستوري كيمنح القدره لرئاسه الحكومه باش اي مشكل تار يتعالج في اطار المؤسسات، وهادشي اللي درنا حنا حاليا. بمعنى يمكن تير لي ملاحظه تقول لي اشكاليه التواصل، هادشي هاد الملاحظات انا معك، ولهذا انا فاش مشيت للبرلمان وطرحت، كانت سؤال محوري حول القضيه دفاتر التعاملات، طرحت الامر في سياقه السياسي، قلت لهم انا ساليت الخدمه ديالي، الان الملف عند الحكومه. هذه القضيه كاين الدستور كيحميها وكيقويها وكيشجع عليها، ان اي اشكاليه سياسيه ترت تعالج في اطار، وفاش تعالج في اطار الحكومه هذا يؤدي الى تقويه المؤسسات، سياده القانون. اي اشكالات كانت تتر في السابق والدستور الحالي كيوفر امكانيات الحل ديالها غادي نحلوها. بالتالي انا اللي غادي نكون معك باش نكون معك دقيق وواضح، دفتر التحملات شكل بالنسبه لينا واحد اللحظه اكدت اهميه العمل عبر المؤسسات ومن خلال المؤسسات لحمايه وضمان انجاز المشاريع الاصلاحيه الكبرى للحكومه، وهذا هو الشيء اللي غادي نخدموا به وننطلقوا به ان شاء الله.